في البداية طبعا زي ما احنا عارفين الفترة اللي جاية هتكون فترة هامة جدا جدا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللي بيستعد لمباراة غاية في الأهمية أمام فريق بتروجيت يوم 4 من الشهر القادم، وهتكون مباراة من خلالها بيسعى النادي الأهلي لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية المتتالية والرائعة في الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مستر مارتين لاسارتي. بالتالي مهم جدا بعد ما خلصت مرحلة كانت صعبة بسبب ضغط المباريات، أول مرة النادي الأهلي من فترة كبيرة جدا يكون عنده حوالي أسبوع راحة، ودي حاجة هتكون إيجابية جدا بالنسبة لمستر لاسارتي عشان يكون في عملية استشفاء مناسبة بالنسبة للاعبين قبل المرحلة، هتكون أيضا مهمة. المرحلة اللي فاتت النادي الأهلي أعتقد أنه هو خلاص حقق أهدافه بالشكل المطلوب سواء على المستوى القاري بطولة دوري أبطال أفريقيا، أنت متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ولسه ناقص لك مباريتين، وايضا على المستوى المحلي انت خلاص قلصت الفارق مع نادي الزمالك الى 4 نقاط وماشي بشكل جيد جدا، فبالتالي انت داخل على مرحله جديده مهمه جدا هتستعد لها بشكل جيد خلال الاسبوع قبل مباراه بتروجيت. هذه مباراه هامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وبعديها ان شاء الله هيكون عوده للبطولات الافريقيه. واعتقد الانتصار الاخير امام الجونه اسعد كل جمهور النادي الاهلي، خصوصا ان احنا شفنا فيه روح الفانيلا الحمراء من خلال هذا الفوز بعد ما النادي الاهلي كان متاخر بهدف، واخر تقريبا 12 دقيقه قدر النادي الاهلي يحرز هدفين في ظل تالق عدد من اللاعبين المميزين جدا في الحقيقه الفريق ككل، لكن بالتحديد كريم نيدفيد لاعب مهم جدا للاسف مش موجود للاسف يعني في قائمه منتخب مصر، وكمان الاشاده كل الاشاده بمروان محسن اللي اتصرف كمان في الجون الثاني وعمل اسيست اكثر من رائع لناصر ماهر في هدف جيد جدا. بشكل عام ان شاء الله النادي الاهلي بيخطو بخطى ثابته نحو العوده لصداره بطوله الدوري العام ان شاء الله لما يستكمل.